النهاردة هنتعرف مع جيسون على أجزاء في جسم الإنسان. شايفين الشكل الحلو ده؟ ده جسمنا. تعالوا مع بعض نشوف جسمنا الأجزاء بتاعته اسمها ايه. يلا تعالوا نقلبها مع بعض وجيسون هيركبها. تبدأ بإيه يا جيسون؟ الأول عرفنا ايه اللي في إيدك. الراس. الراس دي بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها مناخير. لا انا عشان لحم. بيبقى طب هاتها كده. بيبقى فيها مناخير. ايوه. وبق وعين وعين تانية وحواجب وحواجب تانية وشعر. شايفين الشعر اهو يا اصحابي. ودان ودان تانية. وبق. وجوه البق في ايه؟ لسان. وجوه اللسان في ايه تاني؟ سنان. برافو. يلا حطها مكانها وتعالى نشوف جزء تاني من اجزاء من جسمنا. ذراع. ذراع. خلاص يبقى هنركب مع بعض الذراع الاول. وركب يلا يا جسم الذراع التاني. وبعد كده نختار ايه تاني؟ كف يا اصحابي. والكف التالت. يبقى الكف الواحد الايد الواحده فيها خمس صوابع والايد الثانيه فيها خمس بقوا 10. لما نحط ايد على ايد ماما اغني الاغنيه دي. غنيها. مدرستي يا مدرستي بحبك قد امي علمتيني الكذب حرام والكذاب بيروح النار. الإيدي خمس صوابع والإيدي خمس صوابع لما نحط إيد على إيد يبقوا 10 بالتأكيد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. شاطر. يلا بعد كده هنركب إيه تاني في جسمنا؟ البطن. البطن والصدر. شايفين يا صحابي الجزء ده البطن والصدر. هنركب ايه تاني؟ مش عايزه اقول ايه. الوسط. الوسط. وبعدين يا اصحابي هنركب الرجل. الرجل. عندنا كم رجل يا اصحابي؟ 2 يا اصحابي. مش عارفين. وبعد كده هنركب ايه؟ الفضله. هي عندها في الصباح القدم صوابع. القدم الاولاني زي دول كده. زي دول يا اصحابي. الواحدة فيها 5 صوابع. التانية فيها 5 صوابع. لما نحط رجل على رجل يبقوا 10 بالتأكيد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طب تعالى نحط القدم التاني. يلا نحط القدم التاني. طيب ماشي يا امي. احلى امي في الدنيا. عرفنا الانسان الجسم. يبقى كده عرفنا يا اصحابي ان جسمنا بيتكون من راس وايدين وذراعين ورجلين وقدمين. دي عبارة عن ممكن نجيبها من المكتبة. سهلة قوي ان احنا نفكها ونحطها تاني نركبها تاني لحد ما نحفظ أجزاء جسمنا. شكرا يا أصحابي. باي باي.